سأخذ جزءا من فخرك السينزية بجدة. أعدك بالقضاء على ذلك الخبيث الخائن. صحيح أنني عشت ونشأت على كوكب الأرض، ولكنني من الساينز وسأنتقم لهم جميعا. سأقضي عليك الآن ليدي هذه. ما هذه القوة الكبيرة التي يحملها جوجو؟ ترى متى حصل على هذه القوة؟ هيا ابتعدا عن هذا المكان هنا. الخيانة تجري في عروقك. تلقى هذه. مر وقت طويل على استعمال هذه الضربة، لكن استعمالها يشعرني بالقوة والطاقة. حان الوقت لاستعمال ضربة الموت. ما هذا الشيء؟ إنها هنا؟ هذا سيزيد المعركة حماسة. ستدفع ثمن تجرؤك غاليا. سأريك الآن معنى التحدي. يا إلهي، ما كل هذا الشيء؟ على الرغم من هذه القوة لا يزال يتسلح حتى الآن. يا له من خبيث شرير، إذا رفع قوته أكثر فقد يدمر هذا الكوكب. أرجوك أخبرني، ما الذي حل بأبي؟ لا داعي للقلق على أبيك، فوالدك يتسلى أيضا. انظر هناك. أحذرك يا فريزر،
إياك أن تنشر الدمار في هذا الكوكب. إذن هيا بنا ننهي هذه المهزلة ولنبدأ بالقتال الحقيقي في الحال. أنتظرك. أنت تقدم إلي خدمة جيدة. لنبدأ القتال سأقاتلك ولن أستخدم يدي. هذا جيد؟ بلا يديك لا شك في أنك تهذي. وهذه من اليمين. يسار، يمين، يسار. وما هي نصيحتك؟ أنت مغرور جدا بقوتك ولذلك تكثر الهفوات. وفر نصائحك. أنا لم أبذل مع أحد مثل هذا الجهد منذ وقت طويل جدا. هل يستطيع أبي أن يفوز؟ أنا لست على ثقة بذلك. القوة الكبيرة التي يستعملها جوجو تفوق مستوى فهمنا. كان في انتظارك مستقبل باهر لو عملت تحت إمرتي. يا لها من سرعة، لم أستطع رؤية أي شيء. هذه اللحظة أنا لم أظهر إلا جزءا ضئيلا من قوة القصوى أيها السايانزي. إن طاقة فريزر الآن تفوق كثيرا قوة جوجو المضاعفة 10 مرات. فريزر لا يستعمل سوى نصف طاقته الحقيقية. ما هذه الورطة؟ لهذا السبب كنت أقول لكم دائما إياكم والاقتراب من فريزر مهما كانت الأسباب. ولا شك أن جوجو سيهزم. ترى ما الطريقة المسلية للقضاء عليك والتي ستؤلمك أكثر؟ هل أكسر يديك أو أقطع أذنيك أو أفصل رأسك عن جسدك هذا يا جوجو؟ لم يحن موتك، فأنا لم أبدأ في إظهار قوتي. Chee-chee! Chee-chee!
أحد من السيانز يملك هذه القوة. هذه أول مرة تؤذى يدي. تألمت؟ يا لك من ضعيف. ماذا أفعل الآن؟ كفاك ثرثرة، أنت أسطورة شعب السيانز وكلنا نعتمد عليك. كيف تكلمني وقد مت يا بيجيتا؟ أنا لم أمت يا كاكاروت، خيبت ظني فيك. أنت الآن تهزم أمامه ولا تشعر بالخزي لأنك لم تقتص لشعبك وعائلتك. استجمع قواك، رد ملك والدك، هذا ملكي وملكك. أنت بطل الأسطورة الذي وضعنا ثقتنا بك. استجمع كل قواك واقضي عليه بيدك ولا تتردد. سأقدم إليك هدية صغيرة قبل أن أقضي عليك، أتدري ما هي؟ قبرك. سأريك أيها الوضيع. كانت هجمتك هذه خطيرة قليلا، يبدو أن رغبتك في القتال قد عادت. مهما حاولت أنت ضعيف ولن تصمد أمامي. كرة الطاقة. ماذا؟ إنها ضربة تستهلك الكثير من الطاقة، وهي تشمل طاقتنا وطاقة جميع المخلوقات الحية على هذا الكوكب. هكذا إذن. فهمت. لم أرد استعمال هذه الضربة لأنها قد تدمر هذا المكان، ولكن عدم القضاء على فريزر سيؤدي إلى دمار العالم، لذلك ليس لدي إلا هذا الحل، ويجب أن أنجح. ما الذي سيفعله؟ لماذا لا يحرك ساكناً ولا يشن أي هجوم؟ أسرع، يجب أن تسرع أكثر قبل أن ينتبه فريزر. يبدو أن فريزر لم ينتبه على هذا الأمر بعد، لكن لماذا لا يهاجمه جوجو بهذه الكرة؟ يجب أن يجمع مزيدا من الطاقة حتى يقضي على فريزر، هذه الطاقة لا تكفي للقضاء عليه. هيا بسرعة يا أبي، عليك أن تجمع الطاقة. أسوأ شيء في هذه الطريقة هو أن جمع الطاقة يتطلب وقتا، لكن علي الصمود أكثر للحصول على كرة الطاقة. أتهزأ بي أيها الضعيف؟ القليل فقط. ما الذي تنوي فعله يا جوجو؟ أصمد يا جوجو. أصمد يا أبي. حان الوقت لأضع نهايتك ونهاية هذا الكوكب. ما هذه؟ ترى ما هذه الكرة؟ يا له من ماكر. يبدو أن الخطة انكشفت. جوهان، هوشي، لا تتركا هذا المكان ولا تلحقا بي مهما حدث لي، هل فهمتما؟ فقط أسرع،
هيا قم وحاول إنهاء جمع كرة الطاقة يا جوجو. سأفعل ذلك. لن أدع ذلك الناميكي المزعج على قيد الحياة حتى لا يفسد الأمور ثانية. سأقضي عليك أولا وبعدها أتفرغ لجوجو. شرير. رائع أنت يا جوجو. أنت لقد فعلها يا جوجو. أجل لقد انتصر جوجو. أجل أنا بخير يا جوهان. هاتي يدا. يمكننا أن نعود إلى الأرض بعد هذا العناء. كنت أظن أننا لن نعود إليها أبدا. هيا بنا، نستطيع الآن العودة باستعمال المركبة الفضائية التي أتيت بها. ما الأمر يا هوشي؟ والآن جاء دورك يا جوهان. جوهان، خذ السيدة ميكولا وعد إلى كوكب الأرض بسرعة، فهو لا يزال على قيد الحياة. هيا أسرع وارحل من هنا، فلدي حسابات أصفيها قبل عودتي إلى الأرض. هيا أسرع يا جوهان، هيا خذ
بكولا وغادر هذا المكان بسرعة قبل أن يتحول كله إلى رماد. أعلم جيدا من أكون. أنا واحد من شعب السيانز وقد أتيت كي أقضي عليك. أنا جوجو يا فريزر، أسطورة السيانز. أيا كان هذا المتعجرف ومهما بلغت قوته، لن يستطيع أن يهزم فريزر الذي قضى على شعب السيانز. ليس هناك بطل غيري، ولن يستطيع أحد أن يهزمني حتى لو كان بطل الأسطورة المزعوم. من دمار هذا الكوكب. إلا 70% من قوتي الكاملة، لكن من هذه اللحظة سأستعمل طاقتي 100%. سأقضي عليه بطاقتي الكاملة خلال دقيقة واحدة، لا بل في 30 ثانية فقط. Thank you.
لا تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى، ولن أضيع فرصة رؤية الطاقة الكاملة لدى من يدعي أنه الأقوى في هذه المجرة. 100%، 80%، 81%، 82%. سأقضي عليه. أجل، سأقتص لهوشي الذي قضى عليه وهو يبذل جهده في سبيل جمع كرات دراغون بول، ولن أتراجع يا معلم. ما الذي يحدث يا معلم؟ لم يعد جوجو الشخص الذي عرفناه من قبل، بل أصبح بطل الأسطورة المذهل. تأخرت عنك، لكن قوتي كبيرة وتحتاج إلى وقت. هذا الكوكب إلا قليل من الوقت. ألست قلقا من اقتراب موتك أيها الأسطورة الخرافية؟ ترى ما الذي يفعله جوهان؟ لما لم يغادر بعد؟ ستكون نهاية هذه القوة الهائلة. أيها الزعيم كامي، أنا مستعد، لقد جهزت كرات دراغون بول. قل لي ما أمنيتك أيها السيد، أخبرني بها لأحققها لك في الحال. أريد منك أن تزيد طاقة كل من أصيب على يد فريزر، هل يمكنك تحقيق الأمنية؟ لا أعلم، ولكنني سوف فريزر. ما رأيك في هذا؟ ألا تزال تظن أنك أسطورة السيانز وأنني سأهزم أمامك أيها السيانزي؟ سأريك.
قوتك يكفيك. ما الذي تقوله؟ تزعزعت ثقتك وكبرياؤك بعد أن علمت أنني أقوى منك وأستطيع هزيمتك. سأدعك الآن. أعطيتك الفرصة الأخيرة وأنت أضعتها. دعوني، ألاعيبك كلها مكشوفة لي ولن تقضي علي مهما مكرت أيها السيانزي الغدار. لن أدعه يتغلب علي، ويجب ألا يخرج حيا. أرني كيف ستنجو الآن. لقد جنى على نفسه. هذه هي اللحظة المناسبة. عدت إلى الحركات نفسها يا مسكين. أنت لم تعد ندا لي. إنها خلفك يا فريزر. كيف حدث هذا لي؟ أخيرا حسمت المعركة. صحيح أنني لا أحب العذاب لأحد، ولكن هذه هي نتيجة أفعالك الشريرة يا فريزر. سأعود الآن إلى كوكب الأرض وأتابع حياتي. أما أنت فستبقى هنا لتلقى نهايتك مع نهاية هذا الكوكب الذي دمرته بنفسك. ساعدني أرجوك. جوجو، هيا أسرع وغادر قبل أن ينفجر الكوكب. ماذا أفعل؟ خذ. لم أكن أتوقع منك أن تشاركني في قوتك لأبقى حيا بعد أن تمكنت مني. هيا غادر هذا الكوكب بسرعة قبل أن ينفجر. يا للسخرية، تفوز أنت وتلقى حتفك وأخسر أنا وأنجو. أليس هذا مدعاة للسخرية؟ أنا الزعيم ولن أدعك تنافسني، لذا يجب أن تموت هنا أيها المتعجرف. فلتموت أيها المتعجرف. أيها الغدار. Ah!